أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. قدمت الجمعية العلمية الوطنية السعودية لطلبة الطب شكوى لبرنامج يهلا حول إيقاف أعمالها وحلها بعد 4 سنوات من إقامتها عقب أن أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا مفاجئا تم إبلاغه لجميع الجمعيات السعودية بإيقاف الجمعية العلمية الوطنية لطلبة الطب. المزيد والتفاصيل مع زميلي صبري بازسير، ومن ثم نعود للنقاش. الجمعية الوطنية لطلاب الطب في المملكة، هذا هو المسمى الذي أدرج قبل عدة سنوات كمقترح لإحدى الجمعيات العلمية التي تخدم الأنشطة الطلابية لطلبة كليات الطب في جامعات المملكة، وتم بحسب تأكيد القائمين عليها الحصول على الاعتراف بها من وزارة التعليم العالي في العام 1429 للهجرة، ما مكنها من إقامة العشرات من مشاريع التوعية الصحية وخدمة المجتمع والتبادل البحثي لأول مرة بين طلبة الطب في المملكة و18 دولة حول العالم. إلا أن توجيهات صدرت قبل عدة أشهر قضت بإيقاف نشاط الجمعية لقصور في إجراءات التأسيس. الجمعية الوطنية لطلاب الطب من 2007 معترف بها من التعليم العالي، معنا خطاب الاعتراف وعندنا الختم الخاص بالجمعية استلمناه من وزارة التعليم العالي وبريد خاص عند وزارة التعليم العالي. والله أنا صراحة تفاجأت حقيقة بقرار الإيقاف، لأنه يعني إحنا ما بنسوي حاجة غلط، إحنا بنخدم المجتمع. يعني إيش السبب الفعلي وراء الإيقاف هذا أنا ماني عارف. في فرع للجمعية في كندا ساهموا في إنه يضيفوا جزئية للمنهج في مادة علم الأمراض، فإحنا كان بالنسبة لنا غير أنه نضيف الجزئيات للمناهج هذه، كنا نتمنى أنه نعرف الطلاب أكثر بالتخصصات الطبية مثلا، نعطي علاقة أكثر بين الطلاب والمدرسين أو الدكاترة اللي يدرسوهم. تنقسم الأنشطة داخل الجمعية الوطنية لطلاب الطب إلى جوانب توعوية وإنسانية وصحية وثقافية وتعليمية، ويشارك أفرادها في المؤتمرات والمهرجانات التي تخدم المجتمع، ما جعل نشاطها يتمدد ليشمل 8 مدن سعودية، بينما مدينة الدمام هي المركز الرئيسي. إلا أن ثمة تضارب في الخطابات الرسمية بين الجامعات السعودية، ففي الوقت الذي تنفي فيه جامعة الدمام نظامية هذه الجمعية، أكد القائمون عليها أن لديهم وثائق تثبت العكس. الجمعية هذه نقدر نقول اللي يميزها إنها جمعية عالمية، يعني في جميع دول العالم موجودة، مظل الجميع طلاب الطب في العالم، فحيكون في تبادل خبرات، يعني سعودية مع دولة تانية، تبادل طبي، تبادل مهني، تبادل بحثي. من الأسباب الرئيسية في اعتقادنا لإيقاف عمل الجمعية كان اعتراض بعض عمداء كليات الطب في المملكة على صدور المشاريع اللي بيقوم بها الطلاب باسم الجمعية مو باسم كلية الطب في مدينته. اللي نبغاه نحن كطلاب طب استئناف عمل الجمعية، لأن احنا تقريبا موقفين حوالي 5 شهور، كثير من نشاطاتنا توقفت، زي مشروع امنع حياة للتبرع بالأعضاء، عيدنا معهم للأيتام، صحة ونظافة اليدين، مشروع التدخين، ومشاريع كثير في مناطق المملكة كلها. الجدل الذي تحول إلى خطابات ومطالبات رفعت إلى وزارة التعليم العالي ما زال بانتظار الحل، بعد أن توقفت جميع أنشطة الجمعية في كليات الطب، وتوقفت بذلك كل المشاريع والأنشطة التي يرعاها هؤلاء الطلاب. لبرنامج يا هلا، صبري بايشتير، جدة.